مدينة الحولة في ريف حمص، حالها كحال كثير من المدن الثائرة في سوريا، تعرضت لقصف قوات النظام السوري وما تزال. دمر هذا القصف أكثر من 60% من منازل ومباني المدينة. قصف من حاجز قرموس، قصف من حاجز مسألة المياه، قصف متواصل على مدينة الحولي. بسبب القصف تهجرت العالم، وقصف بالشيلكة بالعربات والطيران الحربي معظم الأيام يأتي يقصف مدينة الحولي، ما ضل شيء بالمدينة. مساجد المدينة التي لم تشفع لها قدسيتها ومكانتها الدينية تعرضت هي الأخرى للقصف. أما المدارس التي كانت منارة للعلم وملاذا آمنا للسكان قصفتها مدفعية النظام. سياسة الأرض المحروقة التي بات الجيش السوري يستخدمها أجبرت أكثر من 80% من سكانها على النزوح وترك منازلهم، ومن بقي من أهلها يعاني مرارة الحياة وضيقها في ظل حصار فرض عليهم، إذ أن منازل بعضهم تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات الحياة. ندخل أحد هذه المنازل لنجد عائلة تصارع الموت للبقاء على قيد الحياة. لا يعني ما في عندنا شيء، بنحش حشيش من الارض وبناكل، النهار بنجيب خبز، عشره ما بنجيب، يعني شغل ما في، شيء ما في، الوضع صعب، اطفالي كلها مرضاني، مدارس ما ضل، ثياب ما ضل، يعني هذا اللي بروح بيته بصير فيه اكيد. حاصر حصارك لا مفر هو شعار رفعه من تبقى من سكان مدينة الحولة في وجه الممارسات التي يقوم بها النظام من قصف وتدمير وتجويع وحصار. أبو أسامة الحمصي لشبكة شام الإخبارية، مدينة الحولة.